هاي هاي هنا، شش اهلا اهلا ومرحبا. دابا حنا جينا نطلع عليك لقيناك تتخبي علينا. جيتي مع الجديد. يلا وصلوا هاد التويبات هادو. وصلونا اليوم صراحه، كنا كنتسناو هاد الكوليكسيون هادي، وملي جيتي علاش لا نبارطاجيوهم مع البنات والنيت يشوفوا الجديد اللي جانا اليوم. يعني شنو لقيتيني انا؟ يلا كنشوف شنو دابا، شنو ما كنتيش علي توريهم لينا اخت؟ لا ماشي بيان سور، انا كنبغي دائما نوري الجديد فالبنات اللي لا بليتي كتخبي بليتي تخبي. بزاف كانوا كيسولونا، راك عارفين دابا مع الوقت ديال الكوفيد صراحه ما كايناش السلعه، كنا كنتسناوهم وصراحه ملي وصلونا اخيرا اكيد غادي نبارطاجيوهم معكم. يلا بداي بداي الله يرضي عليك. بداي بداو يا اختي، علاش لا؟ جيتي حصل زين يعني مع الجديد. شتو شتي يكون معنا واقيلا كاع ما كتوريكم الفيديو على هانتوما البنات غتشوفوا هاد التويبات هادو صراحه غزالين بزاف. دابا شادو ديال البرد ولا هادو نتاع البرد؟ ولكن في نفس الوقت صح ما باينش فيهم كاع ديال البرد. هادشي خفاف، هانتوما كتشوفوا التوب ديالهم ما باينش فيهم بالمره. هادشي بغيت نقول لك جا التوب ديالهم مازال ما قصتهمش الغزال. وحتى هاد الطريقه ديال التوب ديالهم فيه ثلاثه ديال اللوينات تقريبا، كلهم فثلاثة نتاع اللوينات كل واحد وتقريبا لو تيم ديالو ولا كولور ديالو. نتوما باش تشوفوا النت كيفاش كيجي كل واحد. هانتوما صراحه غزالين هاد التويبات هادو والله الا فنين. وكما قلت لكم بالنسبه لينا حنايا هنا في مدينه العيون ما كيبردش الحال يعني بواحد الدرجه اللي هي كبيره. ماشي لا هذا هو المشكل هنا اللي كنلقى كنبغي رجلي البسكه ديال البرد. وكاينين الناس واخا مثلا وكيكون التوب سخون عاود كيجيبوا هنا التوب سخان ماشي ديال العيون. فوالا ملي كتكون مثلا داك الكاشمير الغلاظ كاين واحد النوع ديال الناس اللي ما كيقدروش انه ما كنقدش منهم. صراحه فكتفضل انها تلبس توب اللي هو كي مقطن كيسخن وفي نفس الوقت راه ما ثقيلش صراحه هاد التويبات هاد. دونك كي نعاود هاد لاكولور هذا حتى هو غزال. هذا اش غوز لا كرونا هذا داخل واحد بحال لوغوج بريك وداخل مع الكري والنوار. حسي عجبني فيه هاد لي بيتي توش، هاد لي بيتي موتيف ديال غزال. هاد الطريقه باش منسوج الخيط كل واحد في اللون كيعطيك واحد اللون واعر. يعني ماشي بحال تويبات اللي هما اونيك ولا اللي كتكون فيهم ديجا داخله فيهم واحد الزواقه، فهذا يعني عندك لو شوا انك تخدمي بتخوا كولور. ما كنقولش انا يعني تخلطوا ثلاثه ديال اللون، يعني ممكن انك تخدمي بلون. دابا هكذاك دابا عفاك شرحي شويه اللي قلتي تخوا كولور. قلت انا يلا جات لقيتيني بنسولك ماشي بزاف ما تقدريش تزيدي تروني خاص غير لون اوني واحد. فوالا غير نص تزيهي شويه البرشمان الوغ يجيو في ستيلات بزاف. شوفوا عاود هذا البنات شحال غزال. هذا غري يعني بقى في لو تيم ديالو ماشي بحال اللوينات الاخرين اللي ديجا مختلفين. دونك فيه غري نوار والغري فاتح غير لي ديغرادي ديال اللوينات واعر صراحه. وبالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش يلبسوا الالوان كثار وكتبغي تبقى يعني جلبه في لو تيم ديالها فهمتي، يعني ماشي واحد النوع ديال العيالات ما كيبغيوش انها تبقى واحله شنو غادي دير في الفولا وهذا. دونك هذا غيتخدم سوا غري سوا بالنوار وغادي تبقى لك جلبه اللي هي متينة زيدنا. صراحه اللون واعري، انا قبل ما تجي يسرا كنت كنشوف اللوينات كنشوف عرفتي حمقوني كاملين. غادي نحمقك سنتي معايا اليوم هازيد وغادي تشوفي معنا اللوينات كاملين. دونك هذا الفيولي هذا حتى هو شحال غزاله البنات، شوفوا كيفاش. ها نتوما كاع اللون اللي كيكون غالب راه كتكون هنايا في هذه الحاشيه هذه، يعني هذه الحاشيه تبان لكم غيبان لكم اللون ديالها كيفاش داير نتاع الجلابه، يعني التوب اللي مدخلين اغلبيه كتكون فيها الارض فيها الكحل والكري فاتح اولا بلون كاسي، وعاد داك لا كولور اللي كيزيدو نسجو معاها كتبدل الشكل ديالها. فوالا كاين هذا الموف وغنشوفوا هذا الباج حتى هو لوينه صراحه فنين. هذا باج غزال هذا الباج. دابا هادو بحال الكامي تقريبا بحال هاد لاكولور هذا اللي لابسه هو ديجا اللي داخل فيه اصلا هو اللي خرج دابا طوندونس هاد العام. هاد لاكولور هادي صراحه يعني اللي ما لبستش منه هاد العام راه فاتت طوندونس فاتت طوندونس ديال هاد العام. صراحه كيجيو هاد التجديدات زوين بالنسبه لاختيار ديال الخدمه بطبيعه الحال. واخا هما مزوقين راه كاين لو شوا باش ان الوحده تخدم، عطى الله يعني الشكالات. دائما كنخليو لكم لي موديل في القناه ديالنا
وصراحه اللي باغا تخيط علاش لا تدخل وتقلب تشوف الشكالات الجداد اللي كاينين. و الا عندها شي موديل اخرين جداد شافتهم سيغ انترنيت؟ الا عندها شي موديل اخرين شافتهم سيغ انترنيت؟ اه ممكن الا عجبتها شي وحده شي حاجه وبغاتنا حنا نخدموا ليها، فاحنا راه تنديروا الخياطه، كنبيعوا الثوب، كنبيعوا الطالع، كلشي كاين عندنا. مرحبا بكم، تبارك الله. وحتى اللي هي خياطه وبغات تخدم شي حاجه جديده تدخل وتشوف الجديد اللي كنحطو دائما، علاش لا كل مره يعني انسان كيبقى يسول وهذا يقلب باش يعرف شنو غادي يخدم لا بياس ديالو. ايوا ونشوفوا يا لالا هذا اللون هذا اللي عشاق الازرق هذا. واحد البلومو فيه خطير. هذا لو فيغ اش هذا فيه ان بلو موف وفيه بحال ان فيغ فليو بحال بيستاج، حتى هو صراحه زوين. وملي دخل مع هاد اللوينات شوفوا كيفاش عطى الشكل لا غزال. قربي ليهم باش يبان ليهم نيت مزيان الشكل. وهذا راه تخدم به مثلا تقدر تدخل ليه غير الخديمه ديال المعلم، شي زواقه نتاع الكاتفيل تجي زوينه بحال التاج بحال الكراكور، يعني خفيفه باش كتعرفوا جلال ديال البرد ما كتبغيوش ان ديروا فيه داك الشيء ثقيل بحال اللي كنديروا في الثوب نتاع الكخيب او لا، يعني راه ماشي نتاع المناسبات. ولكن هذا لا يعني اننا غنخيطوها دائما غير سامبل، فضروري واحد يعني اللمسه ديال كل سيده اشنو اللي كتبغي. هادو هنا يجيو فيهم جلابات عصريين، يجيو يجيو فيهم عصريين، يجيو حتى في لي مونطو، يجيو في لي مونطو. حتى لي مونطو ماشي ضروري اننا نديروه غير في داك الكشمير اللي هو غليظ، ممكن يجي في هذا. صراحه غزال، هانتوما كتشوفوا الثوب ديالو والتكماش. حاجه مهمه 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 هي لاكاليتي ديال الثوب، هانتوما كتشوف غزال غزال. يعني انا ديما ان شاء الله غتلبسي فيه هذا العام والعام الماجي ان شاء الله والعام اللي ورا لا. وعرفتي صراحه بزاف ديال الناس كتقول لك انا كناخذ الحاجه وكتخسر ليا في البلاصه اولا كتحبب. حنا صراحه ما كنبغيوش يعني الواحد الا خدا من عندنا شي حاجه يتشكى منها يلبس فيها حتى يقنع منها وداك الساعه ان شاء الله يصدقها ولا يعطيها الحباب ديالو على شي. الو كاين عاود هاد لاكولور، انتوما اليوم غادي تشوفوا معنا كاع الالوان اللي وصلونا اليوم. صراحه فيه كاملين اللوينات لا والكاليتي غزاله. انا في الاول ما باليش كاع شحال يجي ديال البرد، قلت واش غير هادو مليفه جاو جداد زعما شي حاجه جديده. لا ديالو تقريبا والله الا بحال مليفه، وفي نفس الوقت كما قلت لكم مقطن وماشي حرش. كاين واحد النوع ديال الثوب اللي تتلبسيه وما تتقدريش تحطيه على اللحم ديالك، هذا صراحه رطيطب تلبسيه ما كيقرص ما والو، زعما صراحه زوين زويوني حبيبهم. وكاين يا لالا هاد الكامي هذا حمقني عاوزه من ده. شفتي شفتي راه قلت لك انا كيما حرت ملي دخلوا اللوان وكنشوف فيهم عرفتي راه كل لون صراحه كينسيك في الاخر. حتى هاد الكامي صراحه غزال بزاف. هذا الفن كاع جداني اختي جيتي علاه جينا نطلع لك ندمنا صراحه زوين. دونك هذا يتخدم غير بالقطيب حتى هو يجي غزال اللوينات فني. واخر لون اللي بقى لينا اليوم هو هذا غزال، هذا شبابي اللي فيه وحق الله. لا انا عرفتي هذا حتى الا بغيتي ديريو جلي لبع سريه مع لي تجين هاد لاكولور هادي اللي كاين فيها هنا يجي مع لي تجين غزال بحال هاد الطريقه بحال هاد الجلبه هادي خدا منها بالافتتاحات فيها كاتفيل، يعني كما قلت لكم افكار زوينين كتخرجي منهم واحد البيسه اللي كتكون اكيد دائما متميزه، فانتي كتميزي يعني بلو ستيل ديالك وتتلبسي شي حاجه فاشن. عرفتي هادي مع لي زيسبادغي كتجي فنه وتخرجي بها كتحسي براسك راه لابسه غير شي شوميز وهذا، وفي نفس الوقت الثوب راه سخيخن تبارك الله. الداخل كيكون عندهم البرد ماشي بحالنا حنايا هنا في العيون. لا بركه هذا على بركه هذا على جهه العيون. انا هنا من الناس صراحه يتلبس هنا في العيون كيبرد عندنا الحال في العشيات اولا في الصباح بكري، والناس اللي كيكونوا صراحه خدامين في الصباح بكري فضروري خصهم. هنا انا من الكليان اللي فاش كنبغي نمشي نشري شي حاجه كنسول ديما على لاكاليتي، واهم حاجه مورا كاليتي لو بخي عافاك لو بخي ما تضويناش. الاثمنه راه كاع لا كليون ديالنا راه عارفين وتيقولوها ليا دائما والله القسم، كيلقاو الاثمنه اللي فغيمون ناقصين. حنا كاينين هنا في العيون وكنتقداو من فاس اولا كنتقداو من كازا، ولكن يعني كيكون كتلقاو الاثمنه اللي هما دائما كيكونوا ناقصين. والحمد لله هكا باش كيتشجعوا يعني شنو زعما ناخذو غير خذ جمل صافي بغيتهم كاملين. لا الانسان كيتشجع يعني كي بلاص ما كياخذ حاجه كيصدق واخد جوج. لا غزالي اللوينات
دي كولور اللي هما غزالين بزاف، كاع هذوك اللي عجبوك يسرى غنحيدهم. واش خلي يما نخلي البنات بالهم؟ يما خليت لكم. لا 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 شوفوا معليش نكون طماعه ناخذ واحد ونخلي لكم باقي. بركه صافي بركه عليكم. صراحه اللوينات زوينين والله. دونك كنتمنى البنات هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، ما تحرموناش من لي كومونتير الغزالين ديالكم، استفسارات او تساؤلات دائما مرحبا بكم على الراس والعين. حتى اللي بغات تسول شنو الخياطه اللي بغات دير في اي يوتيوب راه مرحبا، الارقام الهواتف ديالنا دائما كاينين في الديسكريبشن بوكس، لي لين ديال لي ريزو سوسيو، فمرحبا بكم كاملين. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، مع السلامه.